بالنسبة للحدث اللي تواجدنا فيه اليوم واللي كنت ضمن من الناس اللي طرحوا فيه مجموعة من الأسئلة والتدخلات، يندرج في إطار الاحتفال بذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. احنا كأعضاء داخل المنظمة كنا نفكر كيف يمكننا أن نحتفل بهذه الذكرى، فرسينا على موضوع اللي هو الهجرة واللجوء، وربطناه بالمنطقة اللي عندها دلالة بالموضوع اللي هي وجدة، على اعتبار أن وجدة فيها شيئين، فيها المركز أول مركز دارته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعنى بملف الهجرة المهاجرين واللجوء، اثنين أن وجدة هي المدخل الرئيسي أو المعبر الرئيسي للمهاجرين وطالبي اللجوء للمملكة المغربية، وبالتالي هذا هو الأساس وجود هذه الندوة من خلال الموضوع ديالها ومن خلال المكان ديالها. الملف عنده رهينية على اعتبار أنه اليوم مرات 10 سنين للهجرة، للسياسة الجديدة لتدبير مجال الهجرة اللي نهجتها المملكة المغربية. هذا 10 سنين تعطينا لحظة تأمل وتوقف لطرح سؤال واستشراف المستقبل. لهذا نحن عازمون على أن الدفع بضرورة تنظيم ندوة وطنية أجل طرح مجموعة من الأسئلة، والأسئلة اللي كانت كذلك في القاعة اللي فيها القابلية، اللي فيها السعة، اللي فيها الإمكانيات، اللي فيها كل المعطيات المتعلقة ملف الهجرة وملف السياسة الجديدة في مجال تدبير الهجرة. بالتالي لا بد أن نتحدث عن الواقع بشكله وبتمظهراته، ولكن كذلك لا بد أن نستشرف المستقبل المتعلق بهذه القضية، قضية الهجرة واللجوء. شكرا. كيوم عزيز بولكدور، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ذي النضع، نهار نظم ندوة في تنديد وجدة بمناسبة الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الندوة تنظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خصيت الوضعية للمهاجرين ذي اللاجئين ذي المغرب. نخضارت نظم ذنيتا ذي العاصمة الجهة الشرقية ذي وجدة، وذلك راجع الخصوصيات السن المنطقة الشرقية. نسن الشين بأنه المنطقة الشرقية منطقة مفضلة تسن غسطاس المهاجرين ذي اللاجئين، وبالتالي تغيجن الوقت تعتبر بأن المنطقة عبور، لكن بعد سن 10 سنوات الأخيرة فضلا لبعض اللاجئين ذي المهاجرين تستقر ذي المنطقة. إذا استغلن الشين الفرصة يا المناسبة الإعلان العام لحقوق الإنسان نسيور شوية الحقوق إن يغانا يغانغ ذنيتا يتواجدن تغذنيتا بعض الإخوان الصحافة الصحفيات، بعض الإخوان المجتمع المدني، رح مجموعة الأسئلة غصنة العلاقة أكل الحقوق للفئة ثانيتا، خاصة بعد مرور 10 سنين في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. يعني في انتظار أنه هذه لجنة تقييم الاستراتيجية ثانيتا السياسة الجديدة المغرب ذي الهجرة ذي اللجوء، تقع الأسئلة على شكل يعني تقييم السياسة يمني ثواز مش حري غنغين ودان مدين شل اندماج فعلي الاقتصادي والاجتماعي للفئة المهاجرين ذي اللاجئين ذي النسيج الاقتصادي المغربي. فيما يتعلق الحقوق نسن خاصة تسوية الوضعية المهاجرين ذي اللاجئين، ربما تغذين بعض الإشكالات ما يتعلق تجديد البطائق نسان إلى آخره، تغذين النقاش ذي الموضوع. إذن تغذ الموضوع مهم، يعني الاعتبار يعني استثنائي خاص أتوان ضمن ندوية الصحفية ذي الجهة الشرقية. بالإضافة النقاش يوقع يجن النقاش ذي حول يعني الوضع، يعني واقع الحال ذي الحدود من جهة الشمال، يعني الحدود خل فرونتيران مريتش البارخانة باريوتشينو المناطق نشين مش طغان السن، يعني تعتبر مناطق سوداء في بعض الحالات. يعني نشين نقش تنتبه منظور حقوقي ودنا أكيد أنه مسين دغال منطقية إلا وغاسن الهدف أنه وضح نغذي فالنظني، ولكن ما مش تعطانت مثلا مش تعطى السلطات تمسرش ثانيتا مش تعطى المواطنين، لازم ضروري ما خصنا نفكر ذي الحلول يتجن اسم الحلول أتيرير تصون الحقوق الإنسان في نفس الوقت أديري الحقوق أديري الحلول طبعا غاسنة العلاقة البلد. ولهذا نحاول أن نناقش النقطة ثانيتا، بالإضافة إلى ذي بعض التوصيات ورخاصة الرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، توصيات تعلقوا إخراج إلى حيز الوجود القانوني جاغس العلاقة هجرة، القانوني جاغس العلاقة كذلك سلوجو. محمد المربطي، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، هذه الندوة اللي كتنعقد اليوم بمناسبة ذكرى 76 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
يأتي في سياق تنظيم لأول مرة بمدينة وجدة المدينة المغربية الحدودية لندواتين صحفية حول واقع الهجرة واللجوء بالمغرب. طبعا منذ انعقاد أو منذ يعني إقامة هذه الشراكة ما بين المنظمة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب في 2007، يعني تقريبا 17 عام، ونحن نشتغل على موضوع الهجرة واللجوء. نحن نعرف أن الهجرة بالمغرب لها إكراهات، لها تحديات ولها آفاق أيضا. فبالنسبة للتحديات التي نعيشها تتعلق بالخصوص على مستوى الإدماج، على مستوى الإدماج وتأهيل المهاجرين. المهاجرين يعني الأفارقة من مختلف الدول الإفريقية جنوب الصحراء، والعمل على يعني توفير شروط المناسبة لهم من أجل الإقامة في المغرب. المغرب لم يبقى بلد عبور، أصبح بلد استقبال، بلد استقبال بالأساس. لذلك فهؤلاء المهاجرين الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة ومن مواقع اجتماعية مختلفة، من مواقع اجتماعية مختلفة، فيهم يعني حتى الأطر، بعض الأطر العلمية، فيهم مهندسين، فيهم حتى تقنيين، فيهم بعض الأطباء، فيهم يعني مختلف الشرائح الاجتماعية. يعني سيستفيد المغرب منهم سواء على مستوى اليد العاملة أو على مستوى الوظائف الأخرى. طبعا المنظمة منذ إقامة استراتيجية الهجرة واللجوء في 2013، يعني ما يزيد عن 10 سنوات، وهي تعمل بتنسيق مع عدة هيئات وطنية من أجل إنجاح استراتيجية الهجرة واللجوء، ومع المنظمة السامية لشؤون اللاجئين الشريك الأساسي للمنظمة. يعني هذا على مستوى الهجرة، الهجرة الأفارقة في المغرب، يعني عوامل الهجرة مختلفة ومتعددة، تعلق الأمر بالتغيرات المناخية، بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، بالفقر، بالهشاشة، بالحروب، حتى بالكوارث البيئية تتعهد المهاجرين إلى الهجرة، وقصد المغرب من أجل التنقل نحو أوروبا. معظمهم نسبة كبيرة تستقر بالمغرب نظرا للظروف المناسبة. كيبقى الشق الآخر المتعلق باللجوء وطالب اللجوء، طبعا هذا العدد محدود. المغرب يعمل ببذل مجهود كبيرة، مكتب الشؤون المغربية بوزارة الخارجية بالخارج مع مكتب ديال المفوضية السامية المتحدة بالمغرب بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اللي كتعمل في هذا السياق بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب ومع المفوضية السامية عبر المركز اللي عندها. حنا كنعرف بان عندها المركز الاستشارة، مركز الاستشارة والقانون في وجدة، كيلعب دور كبير هذا المركز. ثم عندها مكتب ايضا، فريق عمل في الناظور، وفريق اخر ايضا في طنجة، ثم في انتظار فتح مركز جديد للقانون الاستشارة والقانون في مدينة اكادير في جنوب المغرب. المركز يعني تنظيم هذه الندوة في هذا اليوم في مدينة وجدة الحدودية له يعني دلالة كبرى، لأنه هذه المدينة هي بوابة للعبور والتنقل، وخاصة عبر حتى الجزائر، اللي كيتنقلوا حتى من الجزائر عبر الحدود المغربية باش كيقصدوا وجدة، منها كيتنقلوا يعني عبر الناظور. حنا كنعرفوا بأنه ثم الاستقرار في شمال المغرب في المهاجرين الموجودين في الناظور، في الحسيمة، في وجدة، في منطقة شمال المغرب الجهة الشمالية. فاستكمالا الموضوع الهجرة واللجوء فهو موضوع يعني ليس من السهولة بمكان الدولة تبذل فيه المجهود. نحن كنعرفوا بأن عدد اللاجئين أقل من عدد المهاجرين، وهما كيشكلوا واحد الفئة ديال يعني المضطهدين، خاصة على مستوى الرأي وعلى مستوى العقيدة وعلى مستوى الاختلاف وعلى مستوى التعبير في البلدان ديالهم اللي كانوا فيها، يعني ما كنلقاوش راحتهم أو كيعيشوا مشاكل ديال الملاحقة السياسية مع الأنظمة اللي كاينة في أفريقيا. هنا المغرب كيوفرهم الظروف يعني بالأعداد اللي كاينة. فمنذ 2007 والدولة كتبذل مجهود خاص مع فئة ديال اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية اللي كتعطيهم كبير قيمة، وكذلك وزارة الخارجية والشؤون المغربية، ثم المنظمة حتى الطلبات اللي كيترفضوا في اللجوء راه من حقهم يعيدوا النظر فيها ويتعنوا في ذاك الحكم ديال الرفض، وكيتعطى لهم أجل يعني في المسطرة القانونية غالبا ما تحمي غالبا الأعداد. إذا أشكر جزيل الشكر الإخوان في الناظور سيتي على هذه الاستضافة وعلى هذا التصريح اللي خصو بي ككاتب فرع المنظمة في الحسيمة، اللي عندنا حتى حنايا كنتقسموا هذا المشكل الهجرة مع مدينة الناظور ومع مدينة وجدة مع كافة المدن المغربية في الشمال وفي الجهة الشرقية بالخصوص. وشكرا موقع الناظور سيتي.